الأعوام، ضروري الإنسان كي يستعد كيف جميع المناسبات، ولا بدا الإنسان كيستعد ولا بدا كيوجد. دونك حنا تنوجدوا بطبيعة الحال، ما يمكنش نقولوا كاين الإقبال توتويت، لأن في هذا العيد بالضبط يعني ماشي بحال الأعياد مثلا ذكرى المولد النبوي ولا العيد الصغير ولا شي حاجة، كيكونوا الناس كيشيروا ثلاث أيام أربع أيام قبل، ولكن بالنسبة لرأس السنة ستكون بعض العائلات فقط في 24، وهذه قليلة بطبيعة الحال بزاف، سي نورمال نويل لأن حنا ما كنحتفلوش به. مي باغ كونطخ لافونت يعني البيع كيكون يوم 31 في الشهر، يعني إن شاء الله يوم السبت. مي ولكن كاين ناس كتدوز كتشوف كتسول، أنت كتسقسي شنو درتو؟ اه وي بطبيعة الحال، وكيف لاحظتي دايرين دي بيوشات صغارين، وحنا درناهم إكسبري باش يجيو يدوقوا ياخذوا أون إيدي على على لا على بيان سور على لو غاتو، لان حتى هما كيبغيو يشوفوا واش عجبهم، بحال تيبغيو يركزوا الاختيار ديالهم واش هذا الغاتو اللي غناخذ ولا هذا ولا، دونك بحال كيبغيو ياخذوا ديك العينه باش من بعد ان شاء الله نهار السبت عادي يجيو يشريوه. وعلى اي هو كيف قلت لك زعما ضروري الانسان كيوجد داك الشيء، ولكن كتبقى من بعد ان شاء الله غنشوفوا ان شاء الله شنو غيكون. نتمنى الله خير، ساشون كبين قوسين بالنسبه لنا حنا المغاربه وبالضبط الناس الدار البيضاء مستهلكين بالدرجه الاولى، يعني ما تيفوتش حتى شي مناسبه. الحلويات كنصوب شويه من كل شيء، يعني كاين لي سابلي، كاين لي غاتو دو كريم، كاين لي توسكي بلا بات فويتي، كاين لي فوندون، كاين لي بيس مونتي، كاين من غير الحلويات كاين مملحات، يعني جميع انواع المملحات البسطاط وداكشي لي صالي كلهم، تنديرو لي بلاطو تسالي وداكشي. مي المادة الأساسية راه معروفة هي الزبدة، الزبدة هي المادة الأساسية بالدرجة الأولى، ومع الأسف الشديد ولا تخلق لنا مشكل كبير، وهذا هو هذا هو المشكل اللي ولا تنظن عائقه بالنسبة معرقل شوية هذا بالنسبة لأصحاب المخابز كلهم، حيت ماشي تزاد ما نقولكش تزاد وإنما ضعف، يعني الكيلو في عمرنا كان 65 درهم ولا 120 درهم، شي حاجه اللي عمرها ما كانت تاريخ. انا 15 من فهاد الحرفه هادي، يعني عمر كيتزاد ب 10 درهم في الكيلو 20 درهم، ولكن الضعف شي حاجه صعيبه خصوصا بالنسبه لنا حنا. انا صراحه شخصيا انا كنستعمل الزبده سبيسيال، ما نقولهاش حيت انا قدام الكاميرا، مي ربي عالم يعني من نهار بديت الحمد لله، وهذا هو سر الجوده، هو انك تستعمل ماشي لا مارغرين ولكن الزبده سبيسيال داكوغ. دونك ملي كتكوني كتعتمدي عليها كمادة أساسية في جميع المواد اللي كتصوبي في المحل، فبطبيعة الحال كيولي عائق، وعائق كبير جدا، لأن ما يمكنلكش أنت غادي هما غيضعفوا الثمن ديال الزبدة وأنت غتضعفي الثمن. بالنسبة حنا غير الزيادة زدنا غير واحد الزيادة صغيرة في بعض الحلويات، ولقينا مشكل مع الزبون، الله يكون في العوان، يعني أغلبية ما كيتفهموش، ولو أنهم كيعرفوا راه مثلا في اللي كيمشي على برا الخضرة كيتزاد، الزيت كيتزاد، الطحين كيتزاد، شوف ليسونس كيتزاد، ولكن تيجتل عندك أنت لأن غير كتبقى غير الحلوى شي حاجة ثانوية، كتبان له أنك هذيك الزيادة لا ماشي منطقية، مي بون حنا زدنا واحد الزيادة صغيرة، ومسألة مفروغ منها، ومع ذلك راه في صراحة ما مخرجاناش، والله دابا الإنسان ونقل زعما تيكابر وصافي. ماشي شي حاجه سهله صعيبه بزاف، لان ملي كتكون كتعتمد عليها، حيت بصراحه كاين بعض المخبزات اللي كيستعملوا جوست لا مارغرين، ودابا حاليا ولات لا مارغرين، ولات مارغرين جديده، ولات كدار فيها النكهه ديال الزبده سبيسيال، ولو خدامين بها بعض المخابز، ولكن انا صراحه ما نزعمش عليها وما غنستعملهاش. حنا مستمرين ان شاء الله، كنتمنى والله هاد الازمه ديال الزبده الاسعار يهبطوا شويه، سورتو ديال الزبده الناس كنقول لها زبده. كنهنئو بهضرة السادة بطبيعه الحال جميع المغاربه بطبيعه الحال، وتنقول لهم كل عام وانتم بألف خير، والحمد لله غنرجعو نقولوا لمجمل القول، الحمد لله اللي كاين هاد المناسبات اللي كتعاود ترجع فيها الفرحه، لان هو مهم اللي تيكون المناسبات عيد الميلاد، عيد المولد النبوي، ذكر المولد النبوي، ولا عيد الكبير، ولا عيد الاضحى، ولا هذا راس السنه، راه أمها هذه مناسبه اللي كتخلي الناس يخرجوا من ذاك الروتين، لان الناس ولات كتعاني من الروتين، ولات مكتئبه، ولات كتقلب على فرصه فين تفرح وفين تبدل وتهرس ذاك الروتين وتحس براسها ناشطه. ولو ان بين قوسين كاين واحد النقطه مهمه بغيت نشير ليها، هي ان دابا مع الاسف الشديد ولاو مع كثره لي ريزو سوسيو ولا واحد شويه ديال تداول بعض الافكار اللي يحاولوا يدخلوها الناس، هي حرام ذكر المولد النبوي راه بدعه،
حرام تحتفل بعيد براس السنه. وهذه فعلا اثرت على عدد كبير من الناس، لفت انهم كيسموا بان حرام، مع العلم انا اشوف هذا كيبقى راي شخصي وكنحترمه، لكن انا شخصيا تنشوف بانها ما عندها حتى شي معنى، حيت حنا مسلمين كنصلي وكنعرفوا بينه وبين الله بالعكس. ولكن هذه ملي كنحتفلوا براس السنه فماشي حيت حنا كنحتفلوا بديانه اخرى نهائيا، ملي كنحتفلوا فقط بالعيد السنه الميلاديه اللي حنا خدامين بها. وهذيك كيف قلت لك كتبقى فرصه باش الناس كتنشط شويه، مثلا ملي كيغي شي اب ياخذ واحد الحلوه طرطه بغا يديها يدخلها لوليداتو ويفرحهم، راه في حد ذاتها اجر. وملي كيتجمع عائلات بيناتهم بحال كيف كنديروا حنايا خوت وديك الشيء، وكنجمعوا عند الام ديالنا وكنفرحوا وكنجلسوا كنتفرجوا ديك الصاله، هذيك في حد ذاتها راه كتزيد في دونك الحمد لله عليه خدعنا هذه المناسبات.